أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المنتجبين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الفاضلات، موعدنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى، القدوس جل جلاله. القدوس جل جلاله. وقد ورد هذا الاسم الجليل في سورتين. ورد هذا الاسم أيها الإخوة كما تعلمون في أواخر سورة الحشر، في آيات الله الحسنى في أواخر سورة الحشر، وورد في مطلع سورة الجمعة. وورد في مطلع سورة الجمعة. القدوس، ما معنى القدوس أيها الإخوة؟ وما معنى القدس؟ وما معنى القدس؟ وتقدس، والقدسية، والدعاء بالتقديس. نقول قدس الله روح فلان، أو قدس الله سر فلان. والجنة هي حظيرة القدس، والأرض المقدسة، وبيت المقدس، وبيت المقدس. كل هذه الكلمات أيها الإخوة والأسماء تدل على الطهارة والتنزه، تدل على الطهارة والتنزه. فمكان قدس أو مكان مقدس، مكان مطهر، مكان مطهر، أو مكان معنى آخر يتطهر فيه من الذنوب. ولذلك يقال لباحة المسجد أو للمسجد إنه مكان مقدس أو مكان قدس أو مكان قدس. لماذا؟ لأنه في هذا المكان يتطهر من الذنوب، يأتي الإنسان ويتوب ويتقرب إلى الله وينخلع من المعصية، وينخلع من المعصية. وجبريل عليه السلام، جبريل عليه السلام هو روح القدس. قل نزله روح القدس بالحق من ربك، أليس كذلك؟ جبريل هو روح القدس. والنبي قال لحسان اهجهم وروح القدس معك، وفي رواية وروح القدس يؤيدك، ويعني بروح القدس جبريل. لماذا سمي جبريل عليه الصلاة والسلام بروح القدس؟ لأنه ينزل أيها الإخوة بما فيه طهارة أرواحنا ونفوسنا، بما فيه تقديسها، ألا وهو الوحي، ألا وهو الوحي. ينزل بوحي الله، بكلمات الله، بشرائع الله سبحانه وتعالى. وقال بعضهم هذا المعنى، والله أعلم أظهر وأقوى، لكن قال بعضهم معنى آخر. قال بعضهم جبريل روح القدس لأنه عليه السلام منزه عن الخطأ في تبليغ الرسالة، لا ينحاز ولا يخطئ. لكن المعنى الأول أنا أصدره أكثر، والله تبارك وتعالى أعلم. ويقال قدس فلان، قدس فلان، فلان هو الفاعل، قدس فلان. ما معنى قدس؟ إذا زار بيت المقدس. وفي كلام العامة وهي كلمة فصيحة، فلان قدس حجته، قدس حجته بعد أن يعود من مكة شرف الله وحرسها، يأتي إلى بيت المقدس فيقال قدس حجته. قدس أي زار بيت المقدس، كقولهم كوف وبصر. كوف وبصر، كوف أي زار الكوفة، وبصر أتى البصرة، وقدس أتى بيت المقدس، وقدس حجته وضحناها لكم، قدس حجته وضحناها لكم إن شاء الله تعالى. والجنة حظيرة القدس، الجنة حظيرة القدس. ونسأل الله أن يحلنا وأن ينزلنا حظائر قدسه، حظائر قدسه. حظيرة القدس هي الجنة.
طبعا أنتم تتذوقون وتشعرون أن هذه الكلمة القدس كلمة أيها الإخوة لها جلالتها في النفس، حين تسمعونها لها جلالتها، لها جلالتها، لها وقعها ولها جرسها، ولها جرسها، قدس وقدوس ومقدس، وقدس الله روحه وحظيرة القدس، سبحان الله، عجيب. وهي فعلا كلمة تدل على التنزه وعلى الطهارة وعلى البعد عن الآفات وعن البعد عن النقائص وعن كل ما يشين وعن كل ما يشين. هذا هو أصل هذه المادة، هذا أصل هذه المادة. وأيضا القدس هو السطل الكبير الذي يغتسل إيه به الإنسان. لماذا؟ لأنه يتطهر فيقال له القدس. قال العلامة الأزهري أحد أئمة اللغة الفطاحلة، قال وأتى أيضا، أي ورد هذا اللفظ أو هذه اللفظة وردت بنصب، يعني بفتح، كانوا يتساهلون دائما بين إيه؟ بين النصب وبين إيه؟ الفتح. يقولون بنصب ويريدون إيش؟ الفتح. أن نميز، النصب يكون بالفتح ويكون أحيانا إيش؟ بالياء، أليس كذلك؟ وهكذا، وأحيانا يكون إيش؟ بحذف أشياء معينة. على كل حال، نعم. طيب، لكن هم يعادلون بين إيش؟ النصب والفتح. قال أزهري هكذا، قال وأتت بنصب إيه؟ القاف طبعا والدال تصبح القدس. وعلى هذا وردت في أساس الزمخشري كتابه المشهور بأساس البلاغة، قال اغتسل فلان بالقدس، اغتسل فلان بالقدس أو بالقدس، هو السطل الكبير. لماذا؟ للتطهر أيضا. إذا أصل المادة أيها الإخوة وكل ما تفرع منها يدل على ماذا؟ على التطهر والتنزه، على التطهر والتنزه. القدوس هو اسم من أسماء الله كما قلنا، ورد في موضعين من كتاب الله تبارك وتعالى، في موضعين من كتاب الله تبارك وتعالى، في صحيح مسلم وفي مصنف الإمام عبد الرزاق الصنعاني رضي الله عنهما، من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يقول في ركوعه وفي سجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة، من أدعية الركوع الصحيحة ومن أدعية السجود الصحيحة أن تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. السبوح القدوس هو الله تبارك وتعالى. وهذه الزنا أو هذا الوزن نادر جدا، فعول قدوس على وزن ماذا؟ فعول. هذه الزنا أو هذا الوزان أو هذا الوزن نادر جدا في لغة العرب، ليس له إيه إلا أربعة إيه مصاديق، يعني ورد فقط في أربعة ألفاظ، سبوح قدوس وسفود وكلوب كلاليب. سفود وكلوب، تعرفون السفود ما هو؟ مصطفى الرافعي رحمة الله تعالى عليه، الأديب المصري. تعرفون مصطفى الرافعي الذي كان إيه رائد معركة إيش القديم، من حازل القديم ضد الجديد، كان ضد طه حسين والجماعة هؤلاء، يعني له كتاب اسمه على السفود اسمه على السفود. السفود هو الحديدة أيها الإخوة التي تستخدم إيش في الصلي، أي في الشيء نشوي عليه الكباب والأشياء هذه، أو توضع إيه في مثلا في الحيوان الذي يراد صليه أو شويه، توضع فيه من رأسه وتخرج إيه من دبره، ثم إيش يصلى بها على النار. هذه الحديدة تسمى السفود، تسمى السفود. فالرافعي أراد أن يشوي إيش المازني والعقاد وطه حسين شيا، وله كتاب شديد جدا اسمه إيه على السفود، على السفود. وورد في الحديث السفود كمان أيضا، إذا دخل إيش إذا دخل إيه إذا دخل في صوف مبلول هل يخرج إلا ومعه صوف، في صفة ماذا؟ خروج الروح، خروج الروح وخروج النفس بالأحرى، يعني تخرج إيه بصعوبة شديدة جدا جدا كالسفود. النبي يقول، النبي قال كالسفود إذا وضع في صفوف. على كل حال، هذه الكلمات الأربعة، هذه الكلمات الأربعة، سبوح وقدوس وسفود وكلوب، وجمعه إيه كلاليب، هنقول إيش كلاب أو كلوب، لا هو في الأصل كلوب هكذا، نعم، وزن نادر جدا جدا. طيب، أيضا ورد عند الإمام ابن حبان في صحيحه والإمام ابن الجارود في المنتقى رحمة الله تعالى عليه والإمام أبو الحسن الدارقطني في سننه من حديث أبي ابن كعب رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم من الوتر، إذا صلى الوتر كان يقول سبحان القدوس ثلاثا، يرفع بالثالثة صوته، سبحان القدوس سبحان القدوس سبحان القدوس،
يرفع صوته بالثالث عليه الصلاة وأفضل السلام. نعم القدوس، الله تبارك وتعالى هو القدوس. كيف يعرف السادة العلماء والعارفون بالله، أو كيف يشرحون هذا الاسم الجليل الكامل القدوس؟ ماذا يقولون؟ بعض العلماء للأسف يقول هو المنزه عن النقائص والمعايب، وهذا غير حسن حقيقة، هذا غير جيد. ورحمة الله على حجة الإسلام أبي حامد قال نحن لا نقول إن القدوس هو المنزه عن النقائص والمعايب، لأن من قال هذا كاد أن يكون وقع في قلة الأدب. شو منزع عن النقائص والمعايب؟ يعني صار كامل معناه يعني هيك؟ ورحمة الله على من قال ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أنظم العصا؟ لا يمكن. منزع عن النقائص أمثاله، نحن منزهون. يعني ممكن يكون أحدنا مثلا أحد أولياء الله العارفين بالله يتنزه عن النقائص، ممكن بشر عادي عرضة للنقائص، لكن يقال في حق الله منزه عن النقائص؟ يعني لم تجعله شيئا عظيما، لم أبدا، لا يقال هكذا. ينبغي أن نراعي الأدب. ولذلك مثلا هل يجوز أن نعرف ملكا مثلا ملكا عظيما ذا سطوة وذا سلطان وذا هيبة وذا استقامة وعدالة واحترام وحشمة، أن نعرف نقول هذا الملك ليس زبالا، هو ليس زبالا ليس كناسا، خلة أدب، ويغضب من هذا جدا. يا سلام، يعني ايش ليس زبالا؟ يعني أكرمته وأنت بالطريقة هذه ليس زبالا؟ هذا لا يجوز. فهمتم كيف؟ هذا لا يجوز. كذلك أن نقول أن الله منزع عن النقائص، استغفر الله العظيم، يعني يعني أورف شبهة أنه ممكن يقترب من النقائص، لكن هو منزع عن النقائص، نقائص خطأ، هذا قلة أدب كما قال أبو حامد، أو قريب من قلة الأدب مع مع حضرة الله لا إله إلا هو. لا نقول، وإنما هو بمعنى بمعنى الجامع لا إله إلا هو لكل صفات الجمال والجلال والكمال، بعيد عن كل ما يخطره الفكر أو التفكير أو يدور في الضمير أو يهجس في النفس أو يجري على الخاطر، هكذا يقال. وأحسن ما قيل في هذا الباب قولة سيدنا مولانا أبي بكر الصديق صديق الأمة الأكبر رضي الله تعالى وأرضاه، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. هذا هو، هذا الصحيح. لا تقول منزع عن النقائص، منزع عن الآفات، منزع عن المعايب، بالعكس هذا غير جيد، غير جيد. لكن هو منزع عن ماذا؟ عن كل ما يخطر بالبال أو في التفكير أو في الضمير أو أبدا، كل ما خطر ببالك فالله، بعضهم يرويها كل ما خطر ببالك فهو هالك والله بخلاف ذلك، كله أكبر من ذلك. وجماع، يقال جماع وهي فصيحة جدا، وجماع، جماع أو جماع، هذا المعنى قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، خلاص. إذا ليس كمثله شيء ولا هو مثله شيء، ليس كمثله شيء ولا هو مثل شيء، لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالناس، ولا يقاس بالناس، لا إله إلا هو، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أثبت لنفسه صفتين عظيمتين، صفة السمع والبصر، لكن بعد ماذا؟ بعد أن مهد بنفي المماثلة مطلقا قال ليس كمثله شيء، وبعد ذلك إذا فهمت أنه ليس كمثله شيء فلا عليك إذا اعتقدت أنه سميع بصير حي عالم قدير شائن، شائن من المشيئة، شائن مريد إلى آخره إلى آخره، ما في مشكلة. كل هذا تفهم أنه يتصف بهذه الصفات ويتسمى بهذه الأسامي أو التسميات، ولكن على خلفية وقاعدة ليس كمثله شيء. وكما قلت أمس أيها الإخوة، إذا فهمنا أن الذات نفسها، الذات الإلهية لا إله إلا هو، تقدست أسماؤه وجل في عليائه، ليس كمثلها شيء، ولا يمكن أن تكتنى بأي حال من الأحوال مطلقا، وما عرف الله إلا الله، وما عرف الله إلا وما قدر الله حق قدره، نفهم أن الصفات الإلهية، كل الصفات الإلهية من نفس من نفس الوادي، لا يمكن أن تكتنى ولا أن يعرف أحد ما، أي أحد إلا الله تبارك وتعالى حقيقة صفة من هذه الصفات. إذا كيف نتعرف على هذه الصفات؟ فقط نتعرف على المجالي، على المظاهر، على مجالي ومظاهر هذه الصفات فقط. أما كونها الصفة لا يمكن، كونها الصفة لا يمكن، لأن الذات نفسها غير مقتنعة. الآن مثلا أنا أقول لكم شيئا بسيطا جدا جدا، الملائكة مما خلقها الله؟ من نور، نحن من طين، ليس لدينا دليل قط، ليس لدينا دليل بتة أن الملائكة تتميز بأجهزة عضوية كالأجهزة التي أودعها الله في الإنسان.
يعني دماغ مثلا جهاز دوري وهضم وتنفس ومش عارف ايه، ما في، ما عندناش اي دليل. وطبعا يبدو ايه، يبدو ان الاصل الا يكون لديها مثل هذه الاجهزه. صحيح انها ليست مخلوقه ايش، من ماء ومن طين، اذا مش لحم ودم وعصب وكذا، ما في. اها، ولكنها دراكه، كائنات دراكه. ما دراكه؟ لديها ايش؟ ادراك. لن استخدم حتى كلمه عقل، العقل يوم ايش مباشره بالصله ايش العقل بالدماغ مثلا، ها ممكن، لا لن اقول عقل، اقول دراكه، كائنات دراكه. تفهم اليوم قرانا اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق. يفهمون كل شيء ويوحي اليهم ويعرفون هذا كافر وهذا مؤمن وهذا لابد ان يقتل، عندهم ادراك طبعا، لكن كيف يدركون؟ باي جهاز؟ باي وسيله؟ الله اعلم، لا نستطيع ان نعرف. وهي ملائكه مخلوقه مثلنا، لكن لما كانت ذواتها غير ذواتنا، مع انها تشترك مع ذواتنا في شيء اساس واصل، ما هو؟ لا الذوات، انا احكي الذات في المخلوقيه، كونها مخلوقه يعني كائنات ممكن، يعني كانت بعد ان لم تكن وستعود الى عدم بقدره الله، صحيح؟ حين يشاء تبارك وتعالى يموتها، تحيا وتموت تماما مثل الانسان، مخلوقه لله، مقهوره، كائنات ممكنه، ليست واجبه الوجود، ليست لازمه الوجود. طبعا لما نقول واجب الوجود يعني لا يتصور انعدامه مطلقا اصلا، انعدامه مستحيل لا يتصور، لكن احنا نقول ممكن الوجود. ما معنى ممكن الوجود؟ يعني يتصور ايش وجوده كما يتصور عدمه، ما في مشكله. يعني نحن هل وجودنا لازم؟ غير لازم، بدي اننا صرنا بعد ايش؟ بعد ان لم نكن. كم عمر الاخ مثلا؟ نقول مثلا 27 عاما او 27 سنه، يعني قبل 27 سنه احنا كنا نلعب في الشوارع او كذا كذا كذا، هو اصلا كان معدوما، هذا الاخ كان معدوما، احنا كنا شباب يمكن 10 سنين 9 سنين نلعب في الشوارع ونضرب ونضرب ونجرح، هو كان عدم، ما في عدم في كل الكون لا يمكن تجد له اي ذكر، اي شيء يشي به او يبوح بهويته، ما له هويه، هو معدوم. وهذا بعض معنى قوله هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. احيانا تجلس انت في مكان زي هذا، هذا الحائط نفسه تجلس اليه انت لا تدري كم كان الله ولا شيء يعيش معه، وهو على ما كان عليه لا يتغير. الله لا تدخله الحوادث، لا تدخله الحوادث، لا هو بجوهر ولا هو بعرض، كل الأشياء في الكون إما جواهر وإما أعراض، صحيح؟ الله لا بجوهر ولا بعرض، ما هو؟ الله أعلم، لا نعرف. كل الذي نعرفه أنه موجود وتعرف إلينا وله الحمد والمنة أبدا 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 أبدا، لا إله إلا هو، وأزلا أزلا أزلا له الحمد والمنة، تعرف إلينا بأسمائه وصفاته أنه كذا وكذا وكذا، فتعرفنا عليه بمقداره ما فتح عيني تبارك وتعالى. هذا خسارة ما نعرفه، هذا خسارة، وهذه المعرفة كافية، هذه المعرفة في الإيمان واليقين بحمد الله كافية. لماذا؟ لأنه لا يمكن تفسير الوجود ولا تفسير أي شيء في هذا الكون لو افترضنا أي أن الله غير موجود، مستحيل. الإلحاد لا يفسر لنا أي شيء، الإلحاد يتركنا في غبائنا، في عميتنا، في عمهنا، في تخبطنا، لا يقدم أي تفسير. الإلحاد سلبي، الإلحاد دائما سلبي، حتى أدلته سلبية، بخلاف الإيمان أدلته وجودية إيجابية دائما. ولذلك أنا دائما أقول الإيمان استنادي والإلحاد إيش؟ غير اعتمادي. الإلحاد هواء، وما يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، ضياع. الإلحاد ضياع، الإلحاد وحدة، الإلحاد وحدة وحشة، يعني 10 ملاحدة هم 10، لكن 100 مؤمن هم مؤمن واحد، عقيدة واحدة، فكرة واحدة، براهين متحدة، يقين واحد، صحيح؟ ملتقى واحد. بس الإلحاد والعياذ بالله 10 ملاحدة 10 شخصيات، تصور بعشر طرق. وهذا سر أن الله تبارك وتعالى دائما في كتابه العزيز يفرد النور ويعدد الظلمات. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، مش إلى الأنوار، إلى النور، ونور واحد ما فيه. لذلك 100 مؤمن، 100 مليون، 100 بليون مؤمن، هم في الأخير مؤمن واحد وحقيقة واحدة، صحيح؟ لأن الأحدية روح سارية في الكون، الأحدية هي روح سارية في الكون. لماذا؟ لأن الموجد واحد لا إله إلا هو، الموجد واحد، وروح صفات الله تبارك وتعالى وأسمائه تطبع هذا الكون كله من الذرة إلى المجرة، وتشي وتبوح بوحدة الخالق المبدع لا إله إلا هو، صحيح؟ فالبراهين كلها تدل على الوحدة، والموحدون طريقهم متحد،
والحقيقة واحدة. وأما إيه طرق الإلحاد والشرك فهي طرق لا أول لها من آخر. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وأن هذا صراطي مستقيما، صراط واحد مستقيما، فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ما في صحيح؟ هذا هو. المهم نعود إلى ما كنا فيه أيها الإخوة. نعم. إذن الله تبارك وتعالى صفاته تبع لذاته، وحقيقة الذات وحقيقة الصفات لا يعرفها إلا الله تبارك وتعالى، إلا الله تبارك وتعالى. وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، كل ما خطر ببالك فالله. ونحن ممنوعون شرعا من أن نعمل الفكرة في ماذا؟ في الذات الإلهية. تحاول أن تفكر مستحيل، ستضل، ستضل وتصدع، وربما تصاب بأشياء والعياذ بالله لا تحمد عقباها، لن تستطيع أن تصل إلى أي شيء. لماذا؟ لأن التفكير، تفكير الإنسان دائما يخضع شئنا أم أبينا للمقايسة. صحيح؟ دائما أنت تقيس، مستحيل تقيس الشيء على الشيء، وليس في الوجود شيء ولو واحد يصلح أن يقاس إيش عليه الله تبارك وتعالى. ما فيه، مستحيل أبدا. الله لا يقاس بشيء ولا شيء يقاس على الله، كما قلت ليس كمثله شيء ولا هو مثل شيء. قبل أن نخوض في الدرس، الدرس يوم قصير ما فيه كلام كثير إن شاء الله تعالى، لأن هذا حقيقة معروف لديكم ومقطوع بها الحمد لله عند الجميع. فقط أريد أن أقف مع هذه الآية لأنه فيها إشكال كبير، ليس كمثله شيء. يقول بعض الناس لماذا هذا التطويل؟ لما لم يقل ليس مثله شيء وهو السميع البصير؟ الكافية كافية التشبيه، يعني يصبح تقدير الكلام ليس مثل مثله شيء. يعني كيف ليس مثل مثله شيء؟ وهذا خطير. قالوا ليس مثل مثله معناها له مثل. وقعوا إيش في حيص بيص العلماء، قالوا كيف المخرج؟ الكاف زائدة، الكاف زائدة. طبعا ما بعرف، يعني نحن لا نرتاح ولا نتعاطف، لا نشعر بالود نحو هذه الآراء النحوية واللغوية التي دائما تزعم الزيادة في ألفاظ في كتاب الله. لا زائدة، كاف زائدة، با زائدة، مش عارف لا، القرآن ليس فيه حشو وليس فيه زيادات. كل حرف فيه، لا أقول كلمة بل الحرف، كل حرف فيه قائم على أركانه أيها الإخوة، آخذ بقسطه من جماع المعنى. مستحيل على خير وجه. إذا هذا لم يبن ولم يضح لك وجهه هذه مشكلتك. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. لا تقول لي القرآن فيه حرف زائد، يعني شو زائد؟ يعني فضلة، يعني لا حاجة لنا بها، نحن نحذفها معناها، يعني ليس مثله شيء. طب ألم يكن الله مستطيعا أو قال أن يقول منذ البداية ليس مثله شيء؟ بدأ أن يوقعنا في هذا التخبط وعلماء ومشاء، لا غير صحيح. طب لماذا؟ ما الذي ألجأهم واضطرهم ولزهم إلى القول بالزيادة؟ هذا المحظور العقدي العقلي، قالوا تقدير كلام ليس مثل مثله، وبهذه الطريقة أثبت المثل لله، والله ليس له مثل. إذا لا نحذف الكاف فيصبح المعنى ليس مثله شيء، خلاص، يعني ليس كالله شيء. صحيح، هذا ممكن، ليس كالله، لكن ليس ليس مثل، مثل الله معناها فيه له مثل. ثم بعد ذلك تدور وتتحرك الهواجس والظنون في البحث عن هذا المثل، عساه يكون ملكا عظيما، قد يكون جبريل أو ميكائيل أو إسرافيل، وقد يكون روحا عظيمة جدا، ربوبية هائمة في الكون. ما هي هذه؟ ونبدأ ندخل في هذا الخبط والخلط، وهو باب الوثنية والشرك. لا، إذن كيف الجواب؟ كيف الجواب؟ ليس كمثله شيء. أيها الإخوة، باختصار، طبعا فيها مبحث لغوي، مبحث يعني كلام عقدي مطول جدا، لكن باختصار أحسن ما يمكن أن يقال في هذا الباب هو أن الله تبارك وتعالى أخرج كلامه في هذه الآية الجامعة الفذة المانعة ليس كمثل شيء وهو السميع البصير في سورة الشورى، أخرجه مخرج كلام البلغاء الأبيناء الفصحاء من أساطين العربية. والقرآن نزل على دستور العربية وقانونها، على دستور العربية وقانونها. كيف؟ أنا أقول لكم، نحن الآن لو قلنا مثلا علي لا يبخل ولا يجبن، أخرجنا هذا الكلام مخرج الدعوة المجردة، أليس كذلك؟ دعوة، والدعوة إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء، الشاعر يقول، دعوة مجردة. نحن ندعي ونزعم أن عليا ليس
ببخيل وليس بجبان، لا يجبن ولا يبخل، دعوة مجردة صحيح. لكن هل تلحظون ثمة فرقا دقيقا جدا جدا وبديعا بين هذا التعبير علي ليس يجبن وليس يبخل وبين ما لو قلنا، أو بين قولنا إذا قلنا أو لو قلنا ليس مثل علي يبخل أو يجبن؟ بتلاحظوا بالذوق هكذا بالذائقة، في فرق ولا فيش فرق؟ من غير ما تفهم الفرق في البداية، وين بتحس أقوى وأفضل، الأول أو الثاني؟ الثاني طبعا. أي إنسان عنده قص بسيط جدا جدا من ذوق العربية وبيانها وأساليبها في التعبير والتعاطي والتصرف في فنون المعاني أو افتنانها وافتجارها يعلم أن الضرب الثاني أقوى وأصح وأسلم وأجرى على الجادة، جادة البيان. لماذا؟ الجملة الأولى كما قلت مخرجة، مخرج الدعوة المجردة، ندعي أنه غير جبان وغير بخيل بس دعوة. وأما الثانية فهي مخرجة، هذا المخرج مع إيه؟ قرنها بالبرهان والإثبات. البرهان فعلا برهان، لما أقول ليس مثل علي من يبخل، ها يبخل عفوا أو يجبن، ما معناها؟ معناها أن عليا كرم الله وجهه، أو عليه السلام إذا قصد الإمام علي طبعا أبو الحسن، أن علي عليه السلام وكرم الله وجهه فيه من الصفات والسجايا والأخلاق ما يجعل في حكم المستحيل إيه؟ أن يبخل، مع أننا نعلم أنه ربما لا يوجد له مثل يرحمك الله في الشجاعة وفي الكرم، قد لا يوجد له إيش مثل. لكن حين قلنا ليس مثل علي لا نريد أن نثبت له المثل، فهمتم؟ نحن ما أردنا أن نثبت المثل، لكن هذا طراز في التعبير يفهم أن من كان عنده مثل هذه الصفات والسجايا بعيد بعد إيه؟ يعني بعد الثرى من الثريا، وبعد التراب من رب الأرباب، وبعد السمك من السماك، بعيد بعد المشرق من إيه؟ من المغرب، أن إيه؟ أن يتصف بالبخل أو الجبن. وليس المراد أصلاً إيش؟ أن ماذا؟ أن نثبت له المثل. نحن نقول ليس مثل علي، هل نريد المثل له؟ بالعكس، نحن نقول هو إيه؟ نسيج وحده ولا مثل له أصلاً، هذا معنى الكلام يعني. وهو بصفاته وسجاياه مستحيل أن يقترب إيش؟ من مذمة ومعرة البخل والجبن. شفتوا كيف؟ كان كريم، إنسان كريم، والكريم لا يمكن أن يكون جبانا، والكريم لا يمكن أن يكون لئيما يقبض يده، صحيح؟ جاءه رجل مرة وقال له يا أمير المؤمنين، كان هو خليفة، أريد أن أسألك في شيئا، بده مساعدة. قال نعم، لحظة يا غلام أطفئ السراج، سل يا عبد الله عما بدلك، فسأل أنا بدي كذا وكذا وكذا، أعطاه وكان لا يرد إيش سائلا، خلق محمدي مصطفوي أي شيء. الخادم استغرب شو التصرف، فقال له أبو الحسن، يا أبو الحسن لما قلت لي أطفئ السراج؟ قال حتى لا يراني ولا أراه، لئلا أرى معرة السؤال في وجهه. شفت الكرم وين؟ شفت الأخلاق العالية النبوية؟ ما بدي أشوف الانحراج في وجهي، لأنه مهما يكون مهما يكون مدام جاء الإنسان يسأل بده يكون إيه محرجا، بده يتصاغر يتطامن. قال حتى إيه؟ لا أرى إيش؟ لا أرى معرة السؤال في وجهه، لا يراني ولا أراه، فبيسأل على راحته. شفتوا كيف الكرم؟ فإنسان بهذه الأخلاق والسجايا مستحيل تصور. ولذلك نحن حين نقول علي ليس يبخل، يبخل عفوا وليس يجبن، دعوة تعبير يعني لا بأس. لكن حين نقول ليس مثل علي من يبخل أو يجبن، أقوى بكثير، وهذا معنى الآية ليس كمثله شيء. هذا هو، مش معناه أنه في عنده مثل وبعدين هذا كلام فهم مش علاقة، هذا كلام بعيد جدا عن ذوق العربية، هذا كلام أهل الصنعة اللي أخذوا البلاغة والنحو هي صنعة من العاجم طبعا من الفرس وكذا يأخذوا ومش عارف. لكن العربي القح السليقي يفهم هذا على وجهه، يفهم هذا على إيه؟ على وجهه. طبعا في قاعدة نحوية معروفة تقول دائما إيش؟ تقول النفي قد يتسلط على القيد، وقد يتسلط على المقيد، وقد يتسلط على الاثنين جميعا. وكيف نعرف هذا؟ بحسب القرائن ومقتضيات الحال. يعني مثلا إذا قلنا ليس لسعيد ولد يعينه، انتبه شوف العربي كيف ما هي فلسفة اللغات هنا، ليس لسعيد ولد يعينه، يمكن أن نفهم منها أولا أن له ولدا ولكن إيه؟ أولاده لا يعينونه، وهذا صحيح. يمكن أن نفهم منها أن ليس له ولد أصلا، ما عندوش ولاد، هذا صحيح وهذا صحيح. صحيح؟ إذن هذا النفي قد يتسلط على إيش؟
على القيد وعلى القيد والمقيد جميعا. وهذا كله يفيد إيه؟ يفيدنا في فهم إيه؟ هذه الآية، في فهم هذه الآية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.